المقابلة بفوز فريق الوداد الرياضي، فوز مستحق بثلاث أهداف مقابل لا شيء، وبالتالي يكون فريق الوداد الرياضي قد حقق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم وفاز بثلاث نقاط، فيما فريق الوداد الرياضي سيكتفي بنقطة واحدة التي حصل عليها في مباراة الذهاب. أذكر فقط أن فريق النادي القنيطري عنده مقابلة هامة جدا أمام فريق الرجاء الرياضي، يعني في الدورة رقم 3. أجمل ما ميز هذه المباراة وأحسن ما ميزها من خلال هذه الصور يقدمها لكم الزملاء في الوحدة رقم 7. أما أنا فأقول لكم شكرا على حسن متابعتكم، ألقاكم إن شاء الله في قادم المنافسات الرياضية. إلى اللقاء.